ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج السور وتوقعات الاسبوع الثاني لشهر مايو لعام 2021. برج السور عندنا الاسبوع الثاني مهم جدا جدا انكم تكونوا مركزين. بصراحة الشمس موجودة عندكم وما زالت موجودة ولسه هتكون موجودة خلال كمان الأسبوع الثالث، إلا إن في خلال الأسبوع الثاني عندنا في أكتر من شيء بيخلينا الوضع بيتغير، اللي هو انتقال كوكب الزهرة لبرج الجوزاء، وده من يوم 8 بيبدأ تأثيرات تنتقل عنك بشكل تام من يوم 9، فبتبدأ تحس بتأثير أو ضعف، بتحس بنوع من أنواع الخلل. عشان كده بقول لك إنك لازم تكون مركز، ولازم تكون واخد بالك من كل خطواتك، ولازم تدرس الخطوة قبل فعلها، وتدرس الكلمة قبل نطقها، فخلي بالك جدا جدا من إن أنت تكون لازم واخد بالك من كل تصرفاتك وتعاملاتك وحياتك. الامور الصحيه خلي بالك جدا جدا، مش معنى كده ان الاسبوع الثاني بالنسبه لك يعني بايظ، لا، ده انت عندك فتره ايجابيه ومتميزه وخبر صار وانقلاب الموازين في كمان يوم 11، لان انت عندك القمر الجديد موجود في فتره من يوم 11 يعني، وفتره يوم 10 11 12 الفتره دي بالنسبه لك القمر موجود في برجك، فبالنسبه لك ثلاث ايام مميزين جدا 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 وفيهم مفاجاه قويه بتقلب الموازين لصالحك. فعشان كده انت لازم تكون مركز ولازم تكون دقيق في تعاملاتك واخد بالك ايه الايجابية وايه اللي انت بتمر بيه ومين ده وحلو ده ولا وحش. عندك الاسبوع ما اكثر العروض اللي موجودة فيه، طبعا عروض مهنية ايجابية بالنسبة لك، عشان كده لازم تكون مصحصح ومركز. في ايجابيات والشمس دعمان بشكل قوي اكيد، وكمان عشان عندنا اكتر من شيء في انتقالات، كمان كوكب المشتري اللي بيبدا ان هو ينتقل من يوم 13 لبيت الصداقات والعاطفه، فده بيأثر كتير جدا جدا بان اصدقاء قريبين منك وبيساعدوك وبيعدوك مراحل وبيبعدوا عنك الشخص اللي ضارب سكينه في ظهرك، بيبعدوا عنك الكلام وكثره الاقاويل، كمان الامور العاطفيه اللي بتتميز جدا جدا، لا فترة متميزة. ما اتكلمتش على مراحل وجود القمر، طب هتكلم عليها بشكل سريع عشان بس نحدد الايام. بالنسبة لمرحلة يوم 8 ويوم 9 مرحلة لا لازم تخلي بالك جدا جدا، لان مرحلة مش لطيفة، فيها ضغوط وفيها نوع من انواع العصبية والجدل والتسرع، واحنا مش مطالبين جدا جدا ان احنا نقوم بافعال جديده او امور جديده او خلافات او مناقشات او جدل في الفتره دي، فتره هتكون ما فيهاش حظ. بالنسبه للفتره بقى اللي ملكه الحظ بالنسبه لنا يوم 10 11 12، وضحت لكم ان يوم 11 بالنسبه لنا عامل ايه والخطوات بالنسبه لنا ايجابيه فيه، لان القمر موجود في برج السور، فايجابيه وابداع وتميز جدا جدا. طيب بالنسبه لنا يوم، بالنسبه لك يوم الجزء الثاني من يوم 12 13 14، عندك بتفرح بنجاحاتك، بتفرح بيه، انت مريت بايه، انت عملت ايه، انجازاتك ايه، دنيتك ايه، فانت عندك بتفرح بنجاحاتك. بس فترة فيها نوع من انواع، على قد ما فيها نوع من انواع الايجابية والانطلاقات والطاقة واللي واللي، بس في نفس الوقت انت بيكون عندك نوع من انواع اللي هو التسرع شوية، يعني فترة فيها تسرع، فيها نوع من انواع الجدل. خلي بالك برضو لو انت شخص حريص قوي على انت بتعمل ايه وطاقتك بتضيعها في ايه، واللي هو ان انت بتمر بالحاجات دي كلها، لو خليت بالك منها فيكون عندك انتصار، وان انت بتعدي الامور او الايام دي بسلام بشكل قوي جدا. افرح بنجاحاتك وافرح بالشيء المبدع او الشيء الايجابي اللي هيكون موجود يوم 11 اللي فترة وجود القمر في برجك انت، فترة هتكون لازم استمتع بيها، فترة القمر اللي موجودة بقى في برج الجوزاء، استمتع بالفترة اللي قبلها اللي هي فترة وجود القمر في برج السور. بالنسبة لنا بقى بعد برج الجوزاء يوم، من يوم 15 16 17، ولكن بنتكلم عشان يوم 15 بس القمر موجود في برج السرطان، عشان النص الثاني يبقى الاسبوع الثاني، فيوم 15 القمر موجود في برج السرطان، ده بيعني ليك ايه؟ بيعني التعاملات اللطيفة، بيعني التعاملات الهادية، بيعني الأمور اللي عارفين كده من الآخر وبكل بساطة سالكة، يعني عندك يوم بالنسبة لك سالك كده بيمشي كده. الأمور العاطفية بتقضي وقت ممتع مع الشريك، بتقضي تعامل أو كلام حلو مع الشريك، بتحاول أو بتجهز لجديد
بتجهز لشيء جديد، عندك صداقات بتتكلم معاهم، تواصل بشكل جيد جدا، قرب علاقات، علاقات بتكون وطيده. عندك كمان لو هتكلم على التعاملات بشكل على الاسبوع بشكل عام، الامور المهنيه، الوضع المهني بالنسبه لك ايجابي قوي، عندك في ابداع، في شيء جديد، في بدايه قويه جدا، في انتصار، في عندك حاجه كنت مقدم عليها هيتم قبولك فيها، عندك ان فتره فيها قبول جدا. انا وضحت لكم الفتره الاميز بالنسبه لكم ايه، عندكم فتره مميزه، فتره فيها ابداع، فتره فيها نجاحات، فتره فيها تميز على المستوى الدراسي، في نجاح، في نتيجه ايجابيه، في عندك مرحله استشفاء نفسي من الناحيه المهنية او الدراسية، عندك انك بتعلو سلمة عن السلمة اللي انت واقف فيها، ده في خلال الاسبوع الاول. الوضع المادي بيبدأ ان هو يستقر معاك، عندك بس بتصرف على نفسك، بتصرف على تغيير، على ستايل، على لبس، على مظهر، على مش عارفة ايه، عندك ده جدا، ولكن الوضع المادي بالنسبة لك مستقر، مش هنتعرض لازمة، ومش مش اللي هو اليسر القوي يعني. بالنسبة كمان لأمورك العاطفية، الأمور العاطفية انت عندك، ان قلنا لكم ان كوكب المشتري هيكون في برج، ان هيكون في بيت الصداقات بالنسبة لك، او بيزود صداقات، فده بيخلي عندك ان انت تتعرف على صداقات جديدة، صداقاتك بتقوى اكتر، بيكون عندك قرب علاقات، فهنا عندك علاقات صداقة بتتحول لعلاقات عاطفية، عندك كمان علاقات قديمة بترجع مرة تانية، علاقات صداقة قديمة بترجع مرة تانية، علاقات عائلية، تعاملات وقرب علاقات اجتماعية، ده كله بيخليك ان انت تتعرف على اشخاص، فبالتالي بيكون بيزيد من المحبة محبة، فعندك الحب بيزيد، ففي حب، في اعجاب بشكل قوي، في خطوبة او زواج، انت عندك بداية جديدة، ولكن ممكن فترة القمر اللي موجودة في برج السور دي فترة بالنسبة لك داعمة ان يكون فيها خطوبة او زواج، غير كده مرحلة اعجاب. طيب بالنسبة لك اعجاب، وفي معجبين كتير، وفي معجبين كتير. طيب بالنسبة لي الناس المتجوزين، عندك خبر سعيد، خبر سعيد او يشهد لك الايه يعني، فعندك في فعلا اخبار متميزه، ان انت بتتفق مع الشريك على امر ما، في اتفاقات، في تميز، في قعده حلوه، في ايجابيه، في تعاملات حلوه، في خروجه حلوه، في فسحه، في جو ممتع مع الشريك، لا ففي اجواء عاطفيه مميزه جدا جدا. بالنسبه للتعاملات او الناس المنفصلين، قصه كبيره شويه، عندك رجوع، هقول لك ليه برج الثور عندك رجوع، الماضي عايز يرجع لك جدا، بكل بساطة عايز يرجع لك، هل أنت مش عايز ترجع للماضي؟ ده أنت عايز ترجع، أنت عايز ترجع للماضي جدا، بس من بعد يوم 9، من بعد يوم 9 هتحس إن أنت مش قادر تصبر، وعايز تتكلم، وعايز تفهم، وإنك أنت في حاجة في بالك عايز تفهم ليه حصل ده، إذا كان البعد أو الانفصال حصل بسببك أو بسبب طرف ثالث، أيا كان الطرف الثالث ده إيه، فهيكون عندك أنت اللي بتقرب وعايز تعرف، أو بتدي خطوة لإن الشخص ده ياخد خطوة، بتدي بتسحبه، كأنك بتسحبه، ففي عندك حاجة أنت اللي أنت اللي هتسحب الشخص ده، فيكون عندك ده جدا. انت عندك ده جدا، الماضي عايز يرجع لك ولا لا؟ عايز يرجع لك قوي، عايز يرجع لك قوي قوي قوي، وانتوا فارقين جدا جدا، خاصه مرأة الثور فارقه قوي 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 مع الماضي. طب هل عندكم حب جديد؟ انت عندك انخداع جديد، خلي بالك قوي، مش انخداع جديد، لو انت في علاقه طرف ثالث فخلي بالك لان فيها انخداع، لو انت في علاقه طرف ثالث خلي بالك لان فيها خداع، اما لو في علاقات جديده عندك علاقات جديده، بس لو انت نسيت الماضي فعلا، لان انت المتحكم في قلبك او في امورك العاطفيه، انت عندك عاطفه، انت عندك عاطفه، بس انت المتحكم فيها، لو لسه بتفكر في القديم مش هتعرف تبص للجديد، دي مشكلة برج الثور شوية. عامة أنا بتمنى كتير إن أنا أكون في التوكم الأمور الصحية، بس تخلي بالكم منها. فاتكلمنا على كل الأمور بالنسبة لنا، أسبوع قوي بس دقيق. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.